أكد مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، شاهدتوا معنا 14 شوطا في هذا الصباح الجميل. لنهني جميع الأخوة الفائزين في الأشواط الماضية، لنجدد لكم التحية واللقاء في انطلاقة شوطنا 15 والمخصص بالجعدان. وكما نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه، ونشكر سموه على هذه المكرمة التي تقام في صباح هذا اليوم هنا في أرضية ميدان سيف العرب. ينطلق على بركة الله الشوط 15، والشوط 15 يعتبر ختامي انطلاقات أشواط هذه المكرمة في صباح هذا اليوم المخصص بالإبكار. وأسير إلى الصدارة وأتابع المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظة. صبا تتقدم على الصدارة وتنطلق على المركز الأول لسالم بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما الانتقال إلى المركز الثاني لأتابع وأشوف مراسيل لسالم بن راشد بشاوي الغفلي، بينما الانتقال إلى المركز الثالث لأتابع العاصمة عبد الله بن سيف بن شوط الخيالي القادم من الرماح. الله، المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظة بشة بشة بشة، هذه هي بشة تتقدم لمطر بن عبيد بن غدير الكتبي. هكذا هي النتيجة، ولكن العودة، العودة إلى مراسيل، مراسيل اللي معلنة برسالها على مقدمة الشوط. سلام لسالم بن راشد بشاوي القفلي، سلام يا ميدان اللبسة وإلى أهالي ميدان الشعب على فوز مراسيل بناموس هذا الشوط. المركز الثاني اللي أتت فيه اللي هي صبا لسالم بن عبيد بن يميع، والمركز الثالث بشة لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز الأولى، عودة إلى التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام لي هي مراسيل. توقيتها الزمني 2:14 تهانينا والناموس لمالكها سالم بن راشد بن سيف بشاوي الغفلي، وسلام للبسة على هذا الفوز والانتصار. هكذا أيضا مراسيل تحسم ختامي أشواطي هذه المكرمة. وكما نشكر أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه على هذا الدعم وعلى هذه المكرمة الرمضانية التي تأتي هنا في أرضية ميدان سيف العرب، والتي تعم على جميع ميادين مدينة دبي حفظه الله ورعاه، وحفظ الله شيوخنا من كل شر ومكروه بدعمهم السخي لهذا الموروث الشعبي الكبير. كمان ناتي إلى ختام أشواطي هذا اليوم، كما نشكر نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على هذا التنظيم الرائع والجميل هنا في كافة ميادين مدينة دبي. كما نهني جميع الأخوة الفائزين، ونشكر جميع اللجان الغايمة بالعمل والتنظيم لانطلاقة هذه المكرمة. وكما نشكر الكادر الإعلامي الذي يوفيكم بالصوت والصورة. مشاهدينا الأعزاء، يستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء، ولنا لكم لقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.